في خطوة ترسخ لعمل وطني مؤسسي، ومع بدء انتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية، توجه رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية واللجان المنبثقة عنها في 11 مركزا بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية، وذلك بمكاتب أصحاب السعادة الأولى. عدد أعضاء اللجان في هذه الولاية من التنظيم والتصويت والفرز بالإضافة للجنة الرئيسية للانتخابات 142 ناخب وناخبة اللي هم أعضاء اللجان. عملية الانتخاب سارت بيسر وسهولة بفضل التقنية الحديثة التي استحدثت في التصويت من خلال الجهاز الإلكتروني الذي يظهر للناخبين صور مرشحي ولاياتهم، بما يضمن دقة النتائج وشفافيتها عند عملية الفرز. الإجراءات تتم في مسألة قيام عضو اللجنة بانتخاب من يراه مناسب من الأعضاء الذين يرشحهم في ولايته، ثم تتم عملية الفرز لاحق بعد الساعة الثانية بعد إغلاق الصناديق، وتحال إلى لجنة الفرز، تحال هذه الصناديق ويقوم رئيس لجنة الفرز والأعضاء بإجراءات الفرز. للمجالس البلدية في المحافظات دور حيوي يستهدف خدمة المواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة وتعزيز المشاركة الشعبية في كل ما يهم الولايات من مشاريع.